لدى استقبال سموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما تتمتع به مملكة البحرين من إرث حضاري أصيل وموروث ثقافي يجب أن ينال المزيد من العناية والعمل على نقله من جيل إلى آخر ليكون دليلا على مدى عراقة شعب البحرين وتميزه عبر السنين. وقال سموه إن ما تزخر به البحرين من حرف تقليدية عريقة يجب أن نعزز من تطورها وجعلها حرفا أكثر إنتاجية وقدرة على الاستمرار من خلال العمل على ترويجها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر القضيبية عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعددا من الفعاليات الاقتصادية وكبار المسؤولين، حيث تناول سموه معهم جملة من القضايا التي تخص الشأن المحلي. وخلال اللقاء أكد سموه أن شعب البحرين وما يتسم به من رقي وتحضر استطاع تأسيس نموذج حضاري في التنمية والتطوير نال احترام وتقدير العالم. وقال سموه إن المسيرة مستمرة من أجل البناء على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات اجتماعية واقتصادية. ونوه سموه إلى حرص الحكومة على دعم ومساندة الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص ورجال الأعمال في تقوية أركان الاقتصاد الوطني والتفاعل مع مختلف الإقليمية والعالمية بما يسهم في تنشيط دور هذا القطاع في المشاركة الفاعلة في خطط التنمية والسياسات الاقتصادية.